سؤالان يتميزان بوحدة الموضوع حول وضعية قطاع الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية. السؤال الأول للنواب المحترمين فيصل الزروني، أحمد مساوي، عبد الله حسني، محمد البوكيلي، عبد السلام الباكوري، ومحمد بن عطية، عبد اللطيف الجراري، محمد الزموري، عبد السلام البياري، ورحال جبيل من الفريق الدستوري الديمقراطي. سيد الرئيس المحترم، سيد الوزير، إخواني النواب، أخواتي النائبات، سؤالي سيد الوزير اليوم هو ما عرفش كيفاش غنبدا هذا السؤال ديالي، لأن الوزارة ديالكم عجزت باش تحل هذا المشكل وهذه المعضلة الكبيرة اللي مطروحة في الجنوب. بغينا نسولكم سيد الوزير، واش لقيتوا شي حل باش تفكوا هذه المعضلة اللي كاينة في صيد الأخطبوط، وبالنسبة بصفة عامة المناطق الجنوبية ككل؟ وشكرا سيد الوزير. شكرا. السؤال الثاني للنواب المحترمين عبد الجليل البداوي، عبد القادر عمارة، عبد الجبار القسطراني، محمد الشعبي، محمد خليل، محمد خالدي، إبراهيم عبيدي، شكيب بناني، وعبد الوهاب الراجي من فريق العدالة والتنمية. السيد الرئيس، السيد الوزير، السؤال ديالنا حول تطورات وضعيه الصيد البحري بالاقاليم الجنوبيه بعلاقه مع ثلاثه الحوايج. المساله الاولى هو ما اشارت اليه بعض الصحف من ان المغرب مقبل على توقيع اتفاقيه مع الاتحاد الاوروبي، هل هو ادان بفشل الحكومه في تدبير هذا الملف؟ المساله الثانيه المشروع ديال مدونه الصيد البحري اللي كنتوا التزمتوا باش غتجي وما جاتش. المساله الثالثه هي تدهور الموارد البحريه، وشكرا. شكرا. جواب السيد الوزير. شكرا سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين. فغادي ربما نبدا بالأسئلة الأخيرة، لأن أكثر آنية بحيث أن يعني انضافت للسؤال. مع المدونة ديال المدونة البحرية فهي الآن جاهزة ونناقشها، لأن لم نكن لوحدنا المتدخلين، فهناك كذلك وزارة أخرى يهمها الأمر وبدأت المناقشات، وإن شاء الله عما قريب ستخرج إلى الوجود. ولكن ليس هناك فراغ، لأن المدونة ماشي شي حاجة اللي غادي يجي يملأ واحد الفراغ، راه كاين يعني قانون ديال 99، كاين قوانين أخرى، كاين اللي حنا يعني مؤطرة للقطاع. فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، ليس هناك فتح مفاوضات مباشرة، هناك فعلا اتصالات مع الاتحاد الأوروبي الذي يريد أن يجس النبض، أن يعرف ما هي استعدادات المغرب. وأقولها بدون خجل، وقلتها مرارا هنا، أن المغرب لم يكون يعني بتاتا يقول أن أنا ما غيكون عندي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، كيقول أن الاتفاق بالصيغة اللي كان بها ما يمكنش يكون عندي، أن الناس يجيو ياخذوا الحوت ويمشيو في حالهم. إنما التعامل مع الاتحاد الأوروبي ومع دول المجاورة ومع دول أخرى في جميع القطاعات، لا يمكن أن نقول أن المغرب له سياسة تعاونية في جميع القطاعات إلا في قطاع الصيد البحري. فنحن قلنا هذا للاتحاد الأوروبي، وعندما سيتقدم رسميا سنتباحث معه، إن كان في هذا الاتفاق منفعة للطرفين فأنا ذاك سيباشر الاتفاق ويعرض عليكم وعلى كل من يهم الأمر، وإن لم يكن الأمر كذلك فالمغرب حر كما كان حر في 99 و2000، وإن أنهى الاتفاقية سينهيها كذلك. فيما يتعلق بقضية الأخطبوط فليس هناك مشكل سيد النائب. الأخطبوط حنا هذا الشيء كله قلتها هنا وما غاديش نعاود نعطيها بالتركيز. الأخطبوط انخفض الحجم ديالو نظرا للاستغلال المفرط الذي يفوق يعني 50% مما يمكن ان تتحمله هذه المصايد، والارقام موجوده. وبدا المخطط الاول في 2001 بتحديد يعني الحجم ديال الامكانيات ديال الصيد، ثم في 2004 وقع بتشاور مع الحرفيين في هذا الميدان والقطاعات كلها التي تعمل في هذا الميدان تقييم لهذه المصايد، وتبين أن هناك خطورة، أنه يجب أن تكون إجراءات أكثر حزم، وفعلا هذا ما وقع. وحددت الكميات بالنسبة للصيد في أعالي البحار
حددت الكميات لكل باخرة، وبالنسبة للصيد الساحلي حدد عدد المراكب الذي يمكن أن تصطاد الأخطبوط في 100، وبالنسبة للصيد التقليدي في 2500. بالطبع عندما نقول 2500 من أصل 7000 فليس هو بالسهل أن يعني تجي وتهز 2500 وتقول انت إيه انت لا، وخصوصا أن هناك إجراءات يعني تراكمات سلبية ومتعقدة، فهناك أناس لهم مراكب وليسوا في عين المكان أو حتى غير معروفين بصفة نهائية. فنحن نعالج هذه الإشكالية، ووقع الاتفاق مع المهنيين لتحديد هذا العدد وللعرض على الآخرين، إما أن ينتقلوا إلى مصايد أخرى من القشريات وفي نقاط أخرى من المنطقة، وإما أن يغادروا نهائيا الصيد بمقابل تعويض. وهذه العملية جارية، ويمكن لي أن أقول لكم أن كانت فعلا بعض المشاكل المتعلقة بالانتقاء ليست لا لأن جاءت في بعض الصحف أن مواجهات أو كذا، فكانت يعني مظاهرات كما يكون كما يتظاهر كل يعني الناس اللي عندهم هذه نفس هذه المشاكل، وحلت بالحوار والنقاش، والموسم انتهى بخير. ويمكن لي نقول لكم ان المخطط ديال الصيد ديال الاخطبوط الذي وضع في 2004 اعطى نتائج جد ملموسه، بحيث ان هذه السنه هناك رفع من الحجم باكثر من 17% واكثر من 30% بالنسبه للقيمه التي ديال الاخطبوط اللي تصيدت في هذه الفتره هذه مقارنه مع الفتره السابقه، ونحن يعني سائر في معالجه هذا الملف. وشكرا. شكرا. التعقيب للسيد النائب، تفضلوا. شكرا السيد الوزير المحترم على هذا الجواب ديالكم، ولكن الجواب السيد الوزير هو جواب تقريبا بحال الاجوبه السابقه. السيد الوزير الناس راه البحاره راهم باعوا حوايجهم، البحاره راه خوا والمنطقه، خاصكم تمشوا للداخل السيد الوزير وتعرف الحقيقه ديال البحار. السيد الوزير الانسان اللي جالس في, 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 في المكتب ديالو راه تيعرف حوايج اخرى. السيد الوزير الاخطبوط راه كيتصيد دابا اللي هو محبوس، كاين ايادي اللي كتخدم في الخفاء، الله اعلم شكون اللي حاميها. السيد الوزير هاد الناس اللي كتقولوا انتم اتفقتوا معاهم ما كاين حتى اتفاق. النقابات الناس كلهم عندهم مشاكل. السيد الوزير هاد الهضره اللي كتقول لنا انت راه البحار راه كيسمعوا الناس، راه كلهم معلومين بين السؤال غيتلقى في البرلمان وغادي غادي 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 غيسمعوا كل شيء، لان غدا غتصبع الجرائد غتكتب على هذا الشيء اللي كنقولوا انا ولا انت، وغادي السيد النواب راه غادي يعرفوا واش هذا الشيء اللي كتقول انت حقيقه ولا داك الشيء اللي كنقول انا. سيد الوزير هذه راه ازمه خانقه، الناس راه خاصها تخوي البلاد. الناس واش هذا هو الحل؟ هذا هو الحل اللي قلت السيد الوزير. الناس راه خاصها، راه ذاك النهار قلنا لكم سيد الوزير هاد البحاره راه ما يمكنناش نقصيهم ونخلوهم يمشوا، راه من 75 هذوك الناس هما كيضحيوا تما. اليوم غتقول لي غتخدم 2500 فلوكه ونقصيو الناس اخرين، غادي ديرون التعويض ديالهم امتى؟ التعويض ديالهم شحال كيساوي؟ شكاوي 6 الملايين 7 الملايين 10 الملايين؟ اش غدير هاد البحار 7 الملايين ولا 8 الملايين اللي غتعطيه؟ راه خصو يكون حل. على الاقل السيد الوزير هاد الوزاره دير صندوق خاص بهذاك المشكل، وكيف ما دارت صندوق ديال الجراد وصندوق ديال الجفاف وكذا، حتى هاد البحارات هما راهم منا والينا، ما يمكن ليناش نجيو نقصيهم. السيد الوزير الناس ديال اعالي البحار راه هما اللي داو حصه الاسد. هاد الناس اللي ضعفاء راه ما كاين اللي كيدافع عليهم. وشكرا سيد الوزير. شكرا. فريق العداله والتنميه، تفضل سيد النائب. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، في الحقيقة أنا أود أن أبدأ بالنتيجة وأقول بأن الحكومة مع كامل الأسف فشلت في تدبير هذا الملف، وفشلت كذلك في تدبير الأزمة التي ترتبت عن هذا القطاع، خاصة في الشهور الأخيرة وخاصة ما حدث في الشهر المنصرم. ولعل أن هناك مجموعة من المؤشرات التي تؤكد ذلك، يعني حتى الكلام عن مشروع اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي تعكس لنا هذه الحقيقة. بعد ما كان في حكومة التناوب اختيارا استراتيجيا، ودابا الآن كنشوفوا التراجع عليه
دون أن يتأهل القطاع، دون أن تستفيد أو يستفيد المواطنون وخاصة العاملين بهذا القطاع، دون أن تستفيد خزينة الدولة، تتبين لنا فعلا حقا وحقيقة أن الحكومة قد فشلت في تدبير قطاع الصيد البحري، رغم أن ناقوس الخطر كان يدق منذ 10 سنوات أو أكثر. السيد الوزير، وأنتم تعالجون هذا الملف دائما تستحضرون البعد الطبيعي والبيئي من أجل المحافظة على الثروات البحرية، وفي نفس الوقت تغيبون استحضار البعد الاجتماعي، ولعل أكبر دليل على ذلك ما يحدث في قرى الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية، أن هناك واقعاً معيشاً يعني مزرياً حقيقياً مع كامل الأسف يعيشه البحارة في هذه المناطق. سيد الوزير، عندما وضع المخطط مع كامل الأسف المهنيون يقولوا بأنه لم تتم استشارة المهنيين الحقيقيين عند وضعه، المهنيون يقولوا بأن هناك امتيازات حقيقية بالنسبة للصيد البحري في أعالي البحار في مواجهة أو على حساب قطاع الصيد التقليدي. السيد الوزير كتقول لنا بأن هناك تعويضات للبحارة من أجل مغادرة المنطقة، أو أن هناك تحويل للصيد من الرخويات إلى السمك السطحي، ولكن مع كامل الأسف كل هذا لم يكن كافيا لإقناع البحارة والحد من غضبهم واحتجاجهم. في الوقت اللي الوزارة تشدد من أجل تحديد سقف المراكب المسموح بها للصيد التقليدي، كان وجدوا السيد الوزير المخطط المديري لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية ما زال يراهن على اعتبار البحر المصدر الأول للتشغيل. شكرا سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. عندكم تعقيب سيد؟ تفضلوا سيد الوزير، قال لكمش الوقت بزاف. شكرا سيد الرئيس. ما غنستعملش شيء كثير من الوقت، أن ربما غير بغيت نقول بأن ربما المقاييس ديال الفشل والنجاح ليست نفس المقاييس. إذا كان الفشل هو ارتفاع الأخطبوط من 12 ألف طن في الخريف ديال السنة الماضية إلى 25 ألف طن في هذه الفترة، فهذا رأيكم. إذا كان الفشل أن أكثر من 4000 صياد خرجت البحر طيلات هاد الشهرين وأنهم رجعوا بخير وعلى خير، ونعطيكم الأرقام ديال كل مركب وكل بحار شنو هو المكسب ديالو، فهذا رأيكم. لكن نعتبر نحن أن هذا المخطط ناجح، وأنه يجب أن يدعم، وأنه يجب أن نحافظ على الثروة، والبعد الاجتماعي موجود، والقرى فعلا، لأن الأخطبوط عندما يصل إلى حجم أكبر من هذا، 2500 ماشي رقم يعني قرآني، 2500 يمكن لها ترتفع حسب الحجم ديال الثروات. شكرا سيد الوزير.